بص بقى، انا بتلخبط في موضوع نصاب الذهب ونصاب الفضة والربع العشر. انا ما فهمني، انا لو معايا كام اطلع كام في الزكاة عشان يعني اؤدي هذا الركن بشكل صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب في فيديو جديد. النصاب اللي بنحسب عليه الكم الاموال اللي المفروض تخرج عليه الزكاة، العلماء اختلفوا هل نعمل بنصاب الذهب ولا نصاب الفضة، واللي يعمل بنصاب الذهب صح واللي يعمل بنصاب الفضة صح مبدئيا كده. بس الأحسن والأفضل واللي عليه كثير من أهل العلم اللي احنا نشتغل على نصاب الفضة. يعني ايه نصاب الفضة؟ أو كام نصاب الفضة؟ يعني 595 جرام فضة. طيب جرام الفضة بكام؟ اليومين دول عامل 9 جنيه 77 قرش. نضرب 595 في 9 جنيه 77 قرش هيديك تقريبا 8000 او 5813. يعني بالبلدي لو حضرتك معاك 5813، طبعا الفضه بترتفع وتنخفض، فانت خش على النت شوف جرام الفضه بكام واضربه في 595 هيطلع كام. على حسبتي انا في الايام اللي شفتها فيها كانت 5813، حتى يعني هو قريب من هذا المبلغ. تقول يعني مش نصاب الذهب؟ نصاب الذهب لو حسبني عليه هيوصل لانك المبلغ اللي المفروض طلع عليه زكاه حوالي 60000 جنيه او 70000 جنيه كمان. يعني دول غلط؟ لا دول صح برضه، بس بنقول الاحسن والافضل واللي عليه جماهير العلماء انك تحسب على نصاب الفضه. فعشان ما تتوهش مني، معاك المبلغ ده، وطبعا لازم نتاكد من المبلغ ده عن طريق اشوف جرام الفضه بكام، بس ده كمثال. 595 جرام فضة أضرب في جرام الفضة بكام يطلع لي الرقم اللي هو طلع لي على سبيل المثال 5813. أطلع كام؟ اقسم على 40، دي قاعدة سهلة قوي. كل ما المبالغ اللي عندك تحسبها وعايز تعرف الزكاة كام، اقسم على 40 اللي هم 2.5%. قسمت على 40، الرقم اللي طلع لك على الآلة هو ده اللي تطلعه، يبقى أنت كده أديت زكاة المال. يبقى لو معايا كام تقريبا، لو معايا 5813 جنيه أو أكتر، عدى عليهم سنة هجرية، أقسم على 40 المبلغ ده، الرقم الناتج اللي طلع لي أطلعه، يبقى أنا كده طلعت الزكاة بمنتهى السهولة. طب تقول لي يعني 5000 ده مبلغ بسيط. أيوة ما مبلغ بسيط، بس فضل عندك لمدة سنة، يبقى أنت غني بهذا المال البسيط. وثم أنت هتطلع كام؟ هتطلع حوالي 125 جنيه، مش مبلغ يعني. والزكاة أهم من الصدقة. وخد بالك اللي بيحسب على نصاب الفضة بيطلع، يعني انت لو طلعت ال 125 جنيه كفرض كزكاة ثوابها اكبر من ال 125 جنيه لو طلعتها كصدقة. لكن نصاب الفضة هو الارجح زي ما قلنا، وده اللي قال بيه مجمع الفقه الاسلامي وهيئة كبار العلماء والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة، كلهم قالوا نعمل بنصاب الفضة وده الاحسن والابرأ للذمة والانفع للفقير. ده عامل فيديو بشير ولايك كومنت اشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، السلام عليكم.